السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم واحد التطبيق اللي غادي ديرو في الباس ديالك وغادي يخول لك باش انك تحمى بصفه نهائيه من المواقع الاباحيه ومن الصور الاباحيه اللي كيطلعوا فجاءه ولا على غفله. المهم كل ما عليك شنو خصك دير هو تمشي للبانو دو كونفيغوراسيون ديالك هنايا في الويندوز 8. لا كان عندك الويندوز 7 ولا اكس بي كتمشي لديماغي وكتمشي للبانو دو كونفيغوراسيون. المهم كتمشي للنيتورك اند انترنت كتدخل فيو نيتورك ستيتيو اند تاسكس كتمشي باش مكونيكت انت سواء انترنت ولا باغ واي فاي ولا باش مكونيكتي ديك 3G ولا. المهم فوالا هنايا كتجي كتكليكي فيها دونك سي بون كتكليكي ومن بعد كتمشي لبروبريتي. ملي كتمشي لبروبريتي كتقلب على انترنت بروتوكول فيرسيون 4 فوالا هي. لما كانت مكوشي هنايا فيها كتجي كتكوشي عليها من بعد كتمشي لبروبريتي. فوالا انا ديجا كاتب لادريس دونك كتكون في الاول بحال هكذا ما كايناش. من بعد انت كتجي كدير الثانيه بيرسوناليزي از ذا فولوين دي ان سيرفر ادريس وكتكتب لادريس هي 208 222 67 222 123. فوالا من بعد 208 67 220 123. لا بلو فاسيل والبيسي ديالك كيولي محمي من المواقع الاباحيه ومن الصور الاباحيه اللي كيطلعوا على غفله وبالتالي كتفادى الاحراج تكون جالس في مجمع ولا في شي بلاصه ولا حدا والديك وطلع لك التصويره هكذاك ولا خرج لك شي ميساج بحال هكذاك على غفله وبالتالي كتفادى كاع هاد الانواع ديال الاحراج وكتحمي راسك من غض البصر وشحال من حاجه. فوالا دونك القضية سهلة والأجر ديالها كبير بزاف. صافي ملي كتسالي كتفيرمي كاع لي فونيتخ ديالك اللي كيطلعو وكتضرب ديماري البيسي ديالك وانت خدام نقي البيسي ديالك نقي وكلشي هو هداك. ما تنساوش دير سبسكرايب للقناة ديالي ولاباج اوفيسيال. والسلام عليكم الله يعاونكم.